معايا دلوقتي الدكتور محمد حسين. دكتور محمد، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير بحضرتك. يعني حضرتك من اسبوعين خرجت على المعاش. بالظبط. وايه اللي خلاك يعني تقرر انك انت تكمل خلال هذه الازمه؟ الناس بتستنى المعاش عشان ترتاح. لا انا طبعا سنه 1988 انا استلمت ذهب بدون اي اوبئه، وكنت مصمم ان انا لازم اسلمها بدون اي شيء. فلما جه الكورونا ما اقدرش ان انا اسيب ذهب، وما اقدرش اسيب يعني الناس اللي اتولدوا على ايدي، واهلي والناس اللي حبايبي كلهم، ما اقدرش اسيبهم وفي وقت زي كده. ده حضرتك اللي موجود في الفيديو دلوقتي اللي بتطهر فيه بالظبط. بنفسك، يعني رايح وبتطهر ده ايه؟ ده طبعا. شارع ده ولا ممشى؟ لا ده كوبري على كوبري. الممشى في المظبط في دهب. ويعني الناس قبلت هذه اللفتة ازاي يا دكتور محمد؟ الناس ساعدتنا كتير جدا جدا، وما زالوا الى الان بيشجعوا جامد جدا، وفهموا التوعيه، وفهموا ان انا ازاي لما اخرج يبقى معناه ان الموضوع صعب، ومعناه ان هم لازم يقفوا ويخلوا بالهم ويحافظوا على البلد. وده حصل الحمد لله. يعني لما انا عملت كده الناس كلها وقفت جنبي بصراحه كتير جدا. في استجابة يعني لهذه اللفتة. طبعا. يمكن دهب مدينة صغيرة علشان كده سهل انه يعني التواصل مع اهلها، وسهل بالظبط. التواصل مع المقيمين فيها، ده بيسهل شوية المهمة. بيسهل المهمه، والناس كلها عارفان. يعني هم يعني ما فيش شائعات، ما فيش لما تقول حاجه خلاص هي انت يعني ياخدوها منك ثقه. فالناس عرفت ان يعني ان في ان احنا بنتكلم في كذا يسمعوا صح. وليه؟ لانهم كلهم عارفين يعني، وانا عارفهم، اغلبهم مولود على ايديا واصحابي او احبابنا، فقدامنا يعني دايما لينا طبعا من معرفة. سنة 88، يعني من 32 سنة حضرتك موجود في هذه المدينة. بالظبط من 32 سنه. أنا بحييك يا دكتور محمد، تحية كبيرة جدا لحضرتك ولكل العاملين في القطاع الصحي. دكتور محمد حسين، مفتش الصحة في مدينة دهب، اللي خرج على المعاش لكن زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو يعني رفض إنه يقعد في البيت، و خد أدوات التطهير والتعقيم، وزي ما حضراتكم شايفين صورة رائعة ولفتة جميلة من الدكتور محمد حسين، اللي يستحق التحية والتقدير.